أوتي أينما كنتم وحيثما وجدتم، سلم عليكم بدون استثناء سواء في الداخل أو في الخارج، مباشرة من سبيكرز كورنر أو ركن المتحدثين بالهايت بارك بلندن. اليوم مع الأخ سعود المعاضيد مقدم برنامج الصقار، وهو برنامج على قناة الريان القطرية. السلام عليكم أخي سعود. مرحبا عليكم. السلام، حياك الله. الله يحييك أخي، كيف أخباركم؟ الحمد لله، نحمد الله ونشكره يعطيك العافية. كيف أخبار الإخوة في قطر؟ الحمد لله كلهم طيبين وبخير ويسألون عن أخوانهم في الجزائر. تحياتنا، كيف هي أخبارك في 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 لندن أخي؟ الحمد لله أخبار طيبة، نحمد الله ونشكره، وبالفعل تشرفنا اليوم فيك معرفتك أخوي. شكرا لك. كيف بدأت فيك فكرة برنامج الصقار؟ طبعا الفكرة جات هي من هواية القطريين، أكثرها الطير والصقارة، والحمد لله يعني مثل ما كانت هي هواية فقلنا نخليها برنامج علشان نعرف الجاليات الأخرى بهذه الهواية. ماذا تعرف عن الجزائر أخي؟ الجزائر طبعا نعرف فيها أول شيء منها أخواننا المغربين، سواء اللي شاركونا في أيام دراستنا، اللي موجودين عندنا متغربين في بلادنا الحبيبة قطر. طبعا لنا الشرف أن نتعرف عليهم ولنا الشرف أن نعرفهم. بارك الله فيك. ماذا كيف وجدت لندن بما أنك درست هنا أخي؟ أو ماذا كيف وجدت لندن؟ الحمد لله، طبعا الغربة مو بحلوة في الأول والأخير، ولكن نحمد الله ونشكره على كل حال. والواحد إذا بغى المستقبل بغى الدراسة لازم أنه يتغرب ويعيش التحديات. بما أنك درست في لندن، أي تخصص أخي؟ طبعا التخصص كان موارد بشرية، فالحمد لله على كل حال، والحمد لله خلصنا دراسة ونحمد الله ونشكره. بالتوفيق. هذا برنامج يعني احنا يشوفوا الجزائريين بالدارجة باللغة الجزائرية. تعرف المشكلة في الجزائر بين المغرب العربي والمشرق أن اللهجة. نعم. فياريت الإعلام نتاعنا يوصل رسالته للأشقاء. بالعكس، الرسالة طبعا توصل قبل يكون بالكلام، توصل بالقلوب. درست التنمية البشرية. نعم. كيف جاتك فكرة دراسة التنمية البشرية؟ نعرف أنا في الدول العربية. نعم، الدراسة قليلة. كانت قليلة يعني في الدول العربية، والواحد دائما وأبدا يحب أنه يتميز في التخصص. والله فكرة جيدة أخي. ما هي نصيحك للدارسين هنا والوافدين الجدد إلى بريطانيا؟ طبعا النصيحة في الأول والأخير، أنت جاي تدرس، أنت جاي ترفع اسم بلادك، وأنت إن شاء الله تكون خير ممثل لبلادك، سواء قطر، الجزائر، المغرب، ليبيا، أي دولة كانت. أنت جاي في غربة، جاي تمثل بلادك في الأول والأخير. شكرا لك أخي، أحييك وأحيي الشعب القطري الشقيق. الله يحييك. بارك الله فيك. يعطيك العافية. آخر كلمة البرنامج إحنا في إحنا. شكرا لكم أول شيء على هذه المقابلة السريعة، ولي الشرف يعني أن أطلع معاكم في هذه الحلقة أو هذه المقابلة، وإن شاء الله إنما تكون آخر لقاء. نلتقيكم إن شاء الله أخي. يعطيك العافية. يومك سعيد إن شاء الله. السلام عليكم.